هذا القدرات الفقهية التي كانت عند ابن قدامة هي التي تجعل النفس تميل إلى كثير من ترجيحاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع أنه حنبلي بلا شك ولا خلاف وانتصر للمذهب كثيرا، إلا أنه واضح في كثير من المسائل. فمثلا في كتاب الحج ذكر طواف القدوم، وله عبارات يرددها دائما تدل على تمكنه من العلم باختلاف العلماء. ذكر ذلك في مسألتين. المسألة الأولى عندما ذكر طواف القدوم وأخبر أنه سنة للمفرد على أنه سنة وللقارئ، لكن التمتع هذا الطواف بالنسبة له طواف عمرة لا يسمى طواف قدوم وإن كان وقع عند قدومه. فقال عن الإمام أحمد، يروى أن الإمام أحمد رغب أن الإنسان إذا طافه طواف القدوم أن يقضيه، فقال ابن قدامة معقب المعلقة: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، ولم يرجحه، يعني لم يرجح هذا القول ولم يأخذ به. فهذا من الإنصاف والأدب مع إمامه الجليل الإمام أحمد. القضية نفسها تكررت مع الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يرى في يوم عرفة أن الإنسان إذا نفر من عرفة قبل غروب الشمس أن لا حج له، إذا نفر من عرفة قبل غروب الشمس أن لا حج له. غيره من العلماء على حالين، بعضهم يرى أن حجه صحيح ولا شيء عليه لحديث عروة بن مضرس، وبعضهم يرى أنه أخل بواجب، فإن البقاء في عرفات إلى غروب الشمس واجب عندهم، فإذا نفر من عرفة إلى مزدلفة وأفاض قبل غروب الشمس عليه دم. وآخرون يرون أن لا شيء عليه، وكل من يقول أن عليه دم أو يقول من لا شيء عليه من باب أولى، كلهم يقولون أن حجه تام. لكن مالك رحمه الله يقول أن لا حج له. قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في ذلك. فكنية الإمام أحمد أبو عبد الله، وكنية الإمام مالك أبو عبد الله. والمقصود من هذا بيان ما كان عليه ابن قدامة رحمه الله من العلم باختلافات العلماء وبآراء الرجال، أي الأئمة الذين سبقوه في هذا الميدان المضمار، مضمار الفقه الإسلامي. مضمار الفقه